يقول انه انا ليش ليتعقبوني، يعني انا ماني شخص مهم ولا بملك شيء مهم. بس الحقيقه انه كل معلومه لها قيمه، وخاصه انه في شركات صارت عم تبيع هي المعلومات لشركات اعلام. اليوم أطلقنا كتيب الأمن الرقمي بعنوان خطوات عملية بالحماية الرقمية للتوعية بأهمية الأمن الرقمي لجميع فئات المجتمع السوري، وخاصة للعاملين بمجالات الإعلام. اليوم الفعالية اجتمعنا بمكتبة كتاب سراي لنحكي نصائح سريعة. رح يحكي الأستاذ وائل حول أهمية الأمن الرقمي، حول إذا تعرضنا لتهديدات إلكترونية، إذا تم اختراق حساباتنا شو ممكن نعمل، وكيف ممكن نتفادى هي المواضيع. الأمن الرقمي هو مظلة بتشمل نطاق واسع من الحماية للأجهزة وللحسابات وكامل التقنيات اللي بتحتاج التواصل مع بعضها عبر الإنترنت أو تخزين البيانات من دون اتصال أو مع اتصال. طبعا هذا بيفرق عن بعض الأنواع من الأمن مثل أمن الحاسوب اللي هو خاص فقط بأمن الكمبيوتر سواء كان الكمبيوتر متصل أو غير متصل، بينما الأمن الرقمي بيشمل نطاق أوسع لحماية البيانات، حماية المعلومات، حتى أثناء عدم اتصالها بالإنترنت أو أثناء اتصالها بالإنترنت. يجب على الصحفيين والإعلاميين أن يهتموا بالأمن الرقمي بشكل أكبر من الناس العاديين لحساسية المهنة. بدل ما نحن نكون هون عم نتركه الوقت ما بيسمح، كتيب طبعا ما نو رح يطلعكم خبراء، لكن ما رح يعني المعلومات اللي فيه لا يستهان.